نستضيف الأخ علاء الدين العمراني بمناسبة إقامة الورشة الفنية في حديقة الأسود بمناسبة إقامة المهرجان صاحب الصمد الكلفاوي اللي غادي لنا بالتصريح حول مستوى المشاركة وكذلك المستوى الفني لهذه الورشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال جمعية عبد الصمد الكلفاوي تنظم مهرجان العرائش الوطني للمسرح والفن الشعبي في الدورة ديالو الخامسة. بطبيعة الحال مجموعة من الأنشطة المتميزة بينها الفنية الثقافية والرياضية والترفيهية. وبطبيعة الحال ورشة الأطفال ورشة الرسم تتلوها كذلك صبيحة أو ورشة ترفيهية للبهلوان كتميز مجموعة من الأنشطة المتنوعة ديالها. بطبيعة الحال كنشوفوا حضور كثيف ديال الأطفال ومتنوع ومستوى الرسم متقارب. بطبيعة الحال كنلاحظوا على مستوى الامكنه وكذلك يعني غالبا كيميلوا الاطفال لرسم المعالم ديال المدينه والبحر الى اخره والطبيعه. طبيعه الحال يعني واستعمال الالوان الزاهيه كيفاش يعني هاد كنتكلمنا على هاد طبيعه الحال شفت الاطفال كاملين اللي كيرسموا الاغلبيه رسم الطبيعه رسم الغابه رسم البحر. يعني كاين واحد العقليه ديال الطفل العقليه منفتحه على ما هو طبيعي. يعني كيحتاج دائما يشوف الطبيعه يشوف الحله ديالها مزيانه يشوف النظافه يشوف الدنيا نقيه باش حتى النفسيه ديالو كتكون مرتاحه وفي المستقبل اللي يكبر حتى ما كينعكسش عليه داك الشيء بالسلبي اللي كينعكس عليه بالايجاب. يعني ملي كتشوف الدنيا نقيه ما كايناش الزبال الطبيعه الفطوريه نفسيه الانسان كيرتاح. شكرا اخ علاء.